اهلا بحضراتكم مره اخرى مشاهدينا الكرام. النهارده 28 يناير، اعتقد انه التاريخ ده بنتذكره جيدا، انا ويعني كل الجيل بتاعي والاجيال الاكبر مننا وحتى الاصغر مننا، كلنا عاصرنا وعشنا هذا اليوم. الحقيقه مرت علينا من الاف السنين احداث كثيره، لكن يوم 28 يناير 2011 من 8 سنين تحديدا كان يوم مختلف، لانه في هذا اليوم احنا لاول مره من فتره طويله ان شاء الله يكون لاخر مره نشعر بعدم الامان، كاننا عايشين بدون دوله، كان احنا عايشين بدون حمايه. للاسف انه في هذا اليوم جماعه الاخوان الارهابيه استغلت الحراك الشعبي في جمعة الغضب وارتكبوا جرائم وفظائع الحقيقة أنها لا تسقط بالتقادم، لأنها جرائم في حق الوطن وجرائم الأوطان لا تسقط أبدا. شفنا اقتحام السجون على سبيل المثال عشان يتم تهريب قيادات الإخوان الإرهابية وغيرها من الجرائم، ونتيجة للمواجهات العنيفة طبعا في عشرات من ضباط الشرطة سقطوا ما بين جرحى وما بين شهداء، ده غير أعمال السرقة والنهب والتخريب والحرق ومحاولات إسقاط الدولة. زي النهاردة من 8 سنين في 28 يناير 2011 مشهد الفكاهي الكوميدي الحقيقة كانت بلاك كوميدي، يعني كوميديا سوداء، لما شفنا المعزول محمد مرسي واستخدامه للموبايل بالقمر الصناعي، ولما طلع على قناة الجزيرة بعد نجاح جماعة الإخوان الإرهابية في تهريبه من السجن ضمن عملية محكمة اللي هي عملية اقتحام السجون. لكن شفنا كمان بقى مشهد مش هننساه، بالذات جيلي أنا، يعني جيلي والأجيال اللي أكبر مني شوية واللي أصغر مني، لأول مرة بنشوف القوات المسلحة بتنزل تحمي الوطن، تحمي الأرض وتحمي المواطن. شفنا دبابات، شفنا رجال الجيش وهم بيطوقوا ومتواجدين في المؤسسات الحيوية، المؤسسات الرسمية، شفنا ازاي ان هم بيحموا الوطن من التخريب وازاي ان هم كانوا متواجدين لهذا السبب. الحقيقة انه كان في اعمال غير مبررة وغير مفهومة، سلب ونهب الكبريات، الشركات والمتاجر والمنازل والمولات والمحلات الكبرى ومحلات الذهب، احراق للسيارات وتكسيرها، محاولات لسرقة المتحف المصري في ميدان التحرير، الحمد لله لولا يقظة رجال الأمن وقدرتهم على سرعة الوصول لكان الآن كل عايز أقول الكنوز اللي بنفخر وبنسخر بيها في مصر كانت ذهبت وتم سرقتها وتم تبديدها. في اليوم ده كنا محتاجين رجال الشرطة وكنا بنفتقد للأمن، وعشنا حقيقي معنى انعدام الأمن ومعنى انهيار الدولة، عشنا التهديد والرعب والخوف والقتل والنهب. شفنا لما المواطنين نزلوا وعملوا لجان الشعبية، ولما كانوا واقفين في الشوارع وخايفين وكانوا بيستنجدوا برجال الأمن من الشرطة والجيش ويتمنوا أنه يعود الأمن والأمان مرة تانية. للأسف 28 يناير 2011 وكان يوم جمعة الغضب اللي كان خرج فيه مواطنين بنوايا صادقة بيغيروا نظام سياسي رأوا أنه هو نظام مستبد ونظام فاسد ونظام أدى إلى انتشار المرض والفقر والعوز والحاجة وانهيار الدولة على مدى عشرات السنين، نزلوا علشان يغيروا هذا الواقع اللي من حقهم أنهم يغيروه. لكن جماعة الإخوان بقدراتهم طبعا التنظيمية الكبيرة والتمويل اللي كان بيجي لهم من الخارج وتعاونهم مع أجهزة المخابرات في الدول العربية، وللأسف الدعم اللي جالهم من دبلوماسيين كانوا موجودين على أرضنا، يعني لا يخفى على أحد من ضمنهم السفيرة الأمريكية أن باترسون اللي كانت موجودة في القاهرة في هذا الوقت، قدروا أن هم يستغلوا هذه التظاهرات والاحتجاجات ويحولوا ويستفيدوا من حالة الانفلات الأمني اللي هم ساهموا في عملها باقتحامهم للسجون وباقتحامهم للمؤسسات الهامة وباقتحامهم لجهاز أمن الدولة وسرقة الملفات اللي كانت بتثبت تورطهم وخيانتهم للوطن وتعرضهم ومحاولتهم لتخريب هذا الجهاز اللي كان بيتصدى ليهم وبيحمي الوطن من الإرهابيين والتهديدات اللي كانت موجودة. وزي ما حضراتكم شايفين صورة على الشاشة، أعتقد إحنا شفنا الكلام ده، يعني إحنا عشنا هذه اللحظات والصور بتفكرنا بإحساسنا وقتها، كيف كنا نتمنى أن نعود دولة أمن، أو كيف كنا نتمنى أن نشعر بالأمن.
والحقيقة أنه سلعة الأمن دي سلعة لا يمكن أن يتم الكذب فيها. يعني الأمن ده إحساس، أن نشعر بالأمن أو لا نشعر بالأمن، أن نكون خائفين وإحنا قاعدين جوه بيوتنا أو نكون آمنين وإحنا في الشوارع بالليل والصبح وعلى الطرق زي دلوقتي. إن الأسرة تخاف إن بنتها تنزل من الشارع الساعة 2 الظهر علشان حتى لا تتعرض للقتل أو السرقة أو الاغتصاب أو الخطف أو التنكيل أو غيره. والآن زي ما حضراتكم شايفين هذا الوضع لم يعد موجودا ولا حتى بنسبة بسيطة. معانا دلوقتي على التليفون سيادة اللواء دكتور شوقي صلاح، خبير مكافحة الإرهاب وعضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة. مساء الخير سيادة اللواء، أهلا وسهلا بيك. مساء الخير لكل المشاهدين. يعني يمكن نحب نبدأ بالسؤال، أنه ما هي الدروس المستفادة من 28 يناير 2011 واللي ممكن نسترجعها اليوم ونعمل على عدم تكرارها؟ طبعا 28 يناير بيذكرنا بفوضى عارمة الحقيقة، والفوضى دائما بتبقى هدامة وليست خلاقة كما قالت كونداليزا رايس في 2005. هي فوضى هدامة كان الهدف إسقاط الدول في منطقة الشرق الأوسط، وأهم الدول في المنطقة مصر بالطبع. المشهد زي حضرتك أشرتي، والحقيقة أشرتي إشارة جامعة للمشهد، إنما أنا هتوقف أمام مجموعة من الحقائق يعني في هذا اليوم. الحقيقة الأولى إن اقتحام الحدود الشرقية من حدودنا مع غزة وتسلل مئات من العناصر المسلحة من حماس وعناصر من برضو حزب الله وعناصر من بعض عناصر بدو سيناء، تسللوا والمسار بتاعهم من شمال سيناء متجهين إلى مصر وإلى القاهرة وأماكن أخرى. وهنتوقف أمام مشهد اقتحام السجون، وهو صحيح المشهد الأهم. ليه مشهد اقتحام السجون؟ إحنا عندنا في مصر 41 سجن على مستوى مصر كلها. صحيح. تم اقتحام أهم السجون اللي هم اقتحموها، أبو زعبل ووادي المطروح. وأعتقد إن ده كان مدروس ووفق خطة. أنا طبعًا بعتذر جدًا الحقيقة سيادة اللواء عن مقاطعة حضرتك، لكن للأسف أن وقت الحلقة انتهى، وكنا نتمنى نستفيد في التفاصيل مع حضرتك، وإن شاء الله يكون لينا متابعة لاحقة. سيادة اللواء دكتور شوقي صلاح، خبير مكافحة الإرهاب وعضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة، شكرًا جزيلًا لوجودك معانا ونتشرف بيك دائمًا. بشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام على متابعة ما وراء الحدث اليوم. إلى اللقاء.